أما سؤال حضرتك عن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. صلاة الحاجة هذا شيء أريده من الله أن يكرمني به، فأنا أطلبه من الله. صلاة الاستخارة أريد ما هو المراد من الله أن يدلني على ما هو الخير لي. نعم. في شيء ظهر أمامي أنه الخير لي، تمام؟ أنا مش محتار فيه، بس ما أنا قادر أنوله، أخذت بالأسباب، أخذت ما تيسر، أصلي صلاة الحاجة حتى يكرمني الله تعالى به، وأكررها حتى تتحقق. صلاة الحاجة ركعتين، وبعدها دعاء اسمه دعاء صلاة الحاجة، موجود في كتاب الأذكار الإمام النووي بصيغتين، إحدى الصيغتين اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة في أن تقضى حاجتي، اللهم ويذكر الحاجة التي له، ويقول اللهم شفعه فيها بجاهه عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ستجدونها في كتاب الأذكار الإمام النووي، وهناك صيغة أخرى أيضا. المهم يصلي الحاجة ركعتين، ثم بعد التسليم يطلب الله عز وجل حاجته. صلاة الاستخارة يصلي ركعتين، ثم بعد التسليم يأتي بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وأتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن الأمر الفلاني هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجله وأجله فاقدره لي ويسر لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعجله وأجله فاصرفه عني واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به.